كن مسؤولا ولا تجعل الآخرين شماعة لأخطائك. شو يعني هالكلام؟ كلام كتير حلو، كلام رائع. شو يعني؟ يعني إنه إحنا كلياتنا بنعيش حياتنا up and down، فوق وتحت. ممكن أنت تعمل شيء يطلع صح تقول أنا عملت، ممكن تعمل شيء يطلع غلط تقول هم عملوا. بالله ليش؟ ليش لما أنت عملت أنت اللي عملت لما فزت، وليش لما أخطأت أشرت عليهم؟ ليش ما أشرت عليهم لما عملت كويس؟ ليش بنلوم الناس بس لما نخطئ كأنه إحنا معصومين عن الخطأ؟ مين قال لك إحنا معصومين عن الخطأ؟ إحنا مش معصومين عن الخطأ، بالعكس أنت لازم تخطئ. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول بما معناه إنه أكثر ناس أنا بحبهم اللي لما يخطئوا بيتوبوا وبيستغفروا، يعني إحنا حنخطئ ولازم نخطئ، وما في بشر ما بيخطئ، فديز نورمال. ولكن إحنا لازم نعترف إنه إحنا أخطأنا ونتعلم من هاي الأخطاء. ليش أخطأنا؟ كيف بينا ما نخطئ مرة تانية؟ وبما معناه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول المسلم لا يلدغ من نفس الجحر مرتين، يعني إذا أنت أخطأت شو يعني لازم تتعلم من هذا الموضوع. ليش أخطأته؟ كيف أخطأته؟ وين أخطأته؟ مع مين كنت لما أخطأته؟ شباب، مع مين كنت لما أخطأته؟ كتير شغلة. فإحنا كبشر وكأشخاص وكناس طبيعيين لازم نعترف إنه إحنا عايشين في مجتمع، وهذا المجتمع مثلاً خلي أعطيك مثال، الرز اللي أنت بتاكله أنت ما أطفته، أنت ما حطيته بالطيارة، أنت ما غسلته، أنت ما طبخته most probably، ولكنك أكلته. فإحنا بنعيش بمجتمع عشان نتشارك لنوصل لإشي واحد. وفي الحياة لما تتشارك مع ناس ممكن حدا تاني يخطئ، ولكن ممكن أنت كمان تخطئ في هاي العملية. فلازم تعترف لما تكون أنت غلط عشان تتعلم من هذا الموضوع وتمشي لقدام. وحاجة نلوم الناس على كل أغلاط، لأنه لما نلوم الناس إحنا عم بنقولهم إنه سبب فشلي أو سبب اللي أنا فيه أو سبب خطأي هو أنت. مين اللي أخذ القرار إنه يمشي مع هاي الناس أصلاً؟ مين اللي أخذ القرار أصلاً إنه يعطي هذا الموضوع لهذا الشخص أو لفلان أو لفلان؟ هو أنت. فكل قرار أنت بتاخده بحياتك أنت مسؤول عنه، كنت نجحت أو كنت فشلت. قرارك أنت اللي بيخليك تتعامل مع فلان أو تتعامل مع فلان، قرارك أنت اللي بيخليك تشتغل في الشركة هاي أو في الشركة هاي، قرارك أنت اللي بيخليك تأكل هالشي ويمرضك ولا تأكل هالشي ويخليك صحة، قرارك أنت اللي بيخليك تلعب رياضة ولا لا. فحاجة نلوم الناس. جزء كبير من اعتراف الإنسان بخطأه الله سبحانه وتعالى حطه بشكل رائع بالقرآن الكريم. شو قال بقصة سيدنا يونس اللي التقموا الحوت وكذا وكذا وكذا؟ شو قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف بالخطأ، بوب انتهى الموضوع. متى هنعترف بالخطأ ونتعلم منه زي ما الأنبياء تعلموا منه اللي إحنا مش أحسن منه؟ معتز كلام رائع، شو أعمل بالكلام هذا كله؟ أوكي أوكي، شو أعمل؟ رقم واحد، بتاخد قرار إنه كل خطأ أخطأته بحياتك أو حتخطئه الحين تتعلم منه. رقم اثنين، كل ما يصير معك أي شيء ما يعجبك امسك ورقة وقلم واكتب شو الإشي اللي صار وليش صار، وكون صادق مع نفسك. رقم ثلاثة، بتشوف هذه الأسباب ليش صار معي هيك وبتاخد قرار أنت إنك تغير. كون السبب لننشر السعادة ونفيد أكبر عدد من الناس.